واصلت مطار الغردقة الدولي البعثة المصرية لعبور بحر المانش للأصحاء وذوي الهمم، حيث سافرت البعثة إلى مدينة فولكستون في إنجلترا ونجحت في عبور بحر المانش وتحقيق رقم جديد في عبوره في زمن 12 ساعة ودقيقتين. بعد نجاحها في عبور بحر المانش وتحقيق رقم جديد في عبوره في زمن 12 ساعة ودقيقتين، وصلت إلى مطار الغردقة الدولي بعثة مصر التي تشكلت من فريق يضم أسوياء وذوي الهمم. وفي المطار استقبل محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي البعثة المكونة من السباحين محمد الحسيني من ذوي الهمم وأحمد أسامة والسباحة شروات حافظ وسباحتين ألمانيتين، حيث استقبلهم المحافظ بالورود تكريما وتشجيعا لهم، مهديا الكابتن خالد شلبي رئيس البعثة ميدالية البحر الأحمر تكريما للمجهود الكبير الذي بذله من أجل عبور السباحين. أعضاء البعثة المصرية عبروا من جانبهم عن بالغ سعادتهم على حفاوة الاستقبال من المحافظ، كما عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالنجاح في تحدي عبور المانش، وأهدوا هذا الإنجاز إلى القيادة السياسية وجميع أفراد الشعب المصري. بفضل الدعم من القيادة السياسية ومن معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، استطعنا نحن نجمع 4 من ذوي الهمم من كل دول العالم و2 من الأصحاء عشان نعمل حاجة جديدة لم تحدث من 40 سنة في مصر، ان احنا نجمع تتابع لعبور بحر المانش، دمج ما بين ذوي الهمم والأصحاء. وقفت ورانا القيادة السياسية بقيادة معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علشان نعمل حدث ما حصلش قبل كده في العالم ونحقق رقم قياسي 12 ساعة ودقيقتين. وكان معنا السباح محمد الحسيني اللي كان ليه تجربة في عبور بحر المانش وقعد قبل كده 7 ساعات وعمل 21 كيلو، ان ابتدى المحاولة بالليل في الضلمة الساعة 3:51 وكان قدامنا 10 مراكب، استطعنا الحمد لله ان احنا نعدي 10 دول وكان ما فيش قدامنا الا مركب واحدة الدولة كانت سبقانا بساعتين، والحمد لله استطعنا بفضل مجهود الستة الرجال المحترمين اللي هم بيحبوا بلدهم ان احنا نتعب ونشقى لغاية ما نكسر العشر دول اللي قدامنا ونكسبهم ونعدي ونرفع علم مصر على الجانب الفرنساوي. ودي بقى له كان 40 سنة ما حصلش الحدث ده بعد الكابتن عبد اللطيف ابو هيف وبعد اباطرة السباحة المصرية، استطاع ست سباحين، ستة مصريين منهم 2 المان، ان هم يعملوا حاجة ما حصلتش من 40 سنة وترفع علم مصر على الجانب الفرنسي. وتعد هذه اول مرة يتم عبور المانش من فريق يدمج بين الاصحاء وذوي الهمم، ليسجل هذا الإنجاز في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بالتعاون بين مصر وألمانيا.